وهذه عدة أسئلة حاصلها أنهم سمعوا عن فضيلتكم أنكم لا تجيزون جمعيات الموظفين، فما هي علة عدم الجواز؟ العلة أن هذا قرض جر نفعا، لأن كل واحد من الموظفين ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، ما أقرضهم لله عز وجل قرضا حسنا، وإنما أقرضهم لأنه يريد أن يقرضوه، وهذا يسمى التقارض، قرض مشروط في قرض، فهو عقدان في عقد، بيعتان في بيعة، وأيضا قرض جر نفعا، فهذا هذه هي العلة.